زميلي الأخضر وشكرا كذلك لضيفيك المحترمين. أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا إلى ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد ومباراة العودة لكأس الملك الثمن النهائي. ريال مدريد مع نومانثيا في حضور جماهيري غفي قليل وتحت ضغط رهيب يعيشه زين الدين زيدان، ليس بسبب المباراة وإمكانية التأهل للدور الربع النهائي، ولكن بسبب منذ الخسارة بالثلاثة أمام برشلونة في الدوري، وأيضا تعثر في بداية السنة مع تعادلوا أمام سو نيتو. محاولة التسديد والتغطية الدفاعية عن طريق فايخو قبل سيبايوس أسينسيو، والتغطية الرائعة من أمام مايورال. أول مرة فريق تقبلوا مركز رابع في الترتيب بفارق 16 نقطة على ريال مدريد، على برشلونة لحد الآن. أي نعم بنقص مباراة، ولكن أمر لا أعتقد بأنه حدث. سوكاس ديدانلي لكارفاخال، كارفاخال ولا لغول لوكاس فاسكاس يفتح مجال التسجيل من أول فرصة للريال عند الدقيقة العاشرة من انطلاقة المباراة. فعلها لوكاس من توزيع من داني كارفاخال في القائمة الثاني، أول كرة أول فرصة يساري ستكون دخلة وخطيرة من أسينسيو. ومنير بعد لاعبي المستقبل لأنه ليس كلهم ولو لو مارين يخينيو مارين والدفاع داز حول مر تيوبيني وسهلة بالنسبة لمنير المحمدي مثل هك. أسينسيو سيبايوس أسينسيو الكرة بعيدة نفسك يا سيبايوس وقتلتها مايورول أسينسيو. ومنير هل هناك وضعية تسلل أم لا؟ منير الحدادي الكرة هذه من المدافع ساول غارسيا القادم من ديمارك ماتيو، التوزيع من ماتيو في اتجاه إيخينيو مارين، كاد يأتي هدف التعديل لصالح عناصر فريق نومانثيا لولا التغطية الجيدة. مايورال تيو كل لوكاس فاسكيس يبحث عن سيبايوس أسينسيو. الكرة البينية رائعة منسيو، خطيرة الكرة هذه وتوغل عن طريق اللاعب با روعة. جول في منتهى الروعة من جيليرمو فرنانديز. مارك ماتيو انطلق على الجهة اليسرى مرر على طبق جول، هدف التعديل عند الدقيقة 45 من كرة طائشة ضائعة مسترجعة، انطلاقة سريعة جدا، ثلاث تمريرات كانت كل تسديدة با رائعة. كوفاسيتش ومنير المحمدي كان رائع وانقذ نومانثيا من كرة جول. بارع في مداعبة الكرة سيبايوس وبارع في التبادل هنا التوزيع ولا لا رائعة جدا من لوكاس فاسكيز. الرائع كان سيبايوس في الأول، كرة يلعبها في الوسط، هاي كرة صعبة عن طريق اللاعب لاريا ولكنها بعيدة تماما عالية فوق مرمى الحارس. كيكو كارثيا التسديدة باليسرى، دخل سيبايوس وأسينسيو مايورال يوصل على لوكاس فاسكيز. مايورال فاسكيز معاه أسينسيو وقت سيبايوس كاد توصل هذه الكرة. التغطية من يوناي مدينة يخرجها بابا خطيرة ولا لا التسديدة ناتشو رائع سيبايوس في المراوغة من أروع ما يكون سيبايوس على الجهة اليسرى. أسينسيو القائمة الثاني بالراس وجول لوكاس فاسكيز يسجل ثنائي اليوم عند الدقيقة 14 من عمر الشوط الثاني، هدف أول سجله نفسه في الدقيقة 11 ليعود في الدقيقة 14 ويسجل جول من هجمة معاكسة انكشف دفاع فريق نومانثيا، هجمة سريعة جدا انطلق على الجهة اليسرى. ماذا فعل؟ تستلمها إسكو ومنير المحمدي خطيرة وتوغل التسديدة ما زالت الخطورة أو الشبان الريال لعبة ممتازة والتوغل حكيمي
جول مراغة يسكور ثانية دخل يسكور يسكور ركنية المراغة الأولى أوب والثانية بروعة والثالثة في التسديدة الركن جوين مونديال سانشيز دخل كرة خطيرة ناتشو ولا لا كذا بيرمية يعدل النتيجة لنومانسيا لعبة صعبة وخطيرة وممتازة في العمق يمين فايخو ما زالت العناصر نومانسيا بابا بابا جول يا له من جول ثنائية بثنائية من لوكاس فاسكيس والثانية من غييرمو فرنانديز نعم الهدف كان يحوم لم يأتي في الأولى ولا في الثانية وجاء في الثالثة غييرمو فرنانديز يسجل ثنائية تاريخية في شباك الريال هدفان لمثله ما صارت النتيجة هدف التعديل جاء في وقته جاء مستحق